أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج انتبه. النهاردة هنتكلم على مرض الأوتيزم. الأوتيزم طبعا ابتدى ينتشر في مجتمعاتنا، وابتدت أسر كثيرة جدا تبقى عارفة الأوتيزم وعارفة سمات التوحد، اللي هو طبعا يسموه التوحد. بيبقى فيه تدخل على الطفل تلاحظ ان هو عايش في عالم تاني مختلف، بيسمعك بس ما بينفعلش معاك، بيشوفك بس ولكن ما بيلتقيش معاك، ما فيش نوع من الاتصال. بيبقى عندهم في مشاكل في إعادة معالجة المعلومات في المخ. مش هنقول ان هم متأخرين او متخلفين عقليا، هم مختلفين في التواصل. في بعضهم وصل اصبح من أساتذة الجامعات رواد فضاء. مهم قوي في الاوتيزم هو ان احنا نكتشفه مبكرا وان احنا نتدخل فيه مبكرا. التدخل فيه يبقى فيه تدخل لعلاج مهاري، وفيه زياده المهارات، وفيه علاج التخاطب، وفيه تعديل السلوك، وفيه الجديد بقى بالنسبه لنا ان احنا ابتدينا نهتم بمناعه مرضى الاوتيزم. الاوتيزم اسبابه كثيره، وفي اسباب هتكون غامضه. والاوتيزم ممكن يبقى فيه بعض الاطفال بتحسن جدا، اما بنوقف منتجات القمح لان فيها ماده سموها الجلوتين. البروتين اللي في القمح حوالي 32 نوع، بعضها زي الجلوتين ممكن يبقى ده لور مهم جدا في اعراض الاوتيزم. بعض الاطفال اما بنمنعهم من الجلوتين بيتحسنوا جدا جدا جدا، ويبان ده كلهم في الاستجابه للتدخلات الاخرى المطلوب ان احنا نوفرها لمرضى الاوتيزم. برضو من ضمن الحاجات المهمه في القمح، مش بس بيبقى في المشاكل الموجوده في الاستيعاب او في زياده الحركه او في التركيز، حساسيه القمح برضو ممكن تخليني عندي نوع من سوء التغذيه لانها بتحرمني من المغذيات، وممكن مرتبط ايضا بحساسيه الجلد، وبتخليني اتاثر على النمو، تاخر النمو، وتخليني عندي المناعه فيها بعض الخلل، ويبقى عندهم ميل اكتر لنقص بعض الفيتامينات المغذيه للانسان زي فيتامين الف او فيتامين د او فيتامين سي، فبالتالي يبقى عندهم في مشاكل في العظام او في مشاكل في التسنين او مشاكل في بطء الحركه، ومشاكل مثلا يبقى في نوع من الكسر عندهم. برضو من ضمن الحاجات المهمة في التغذية الخاصة بمرضى الأوتيزم برضو الكازين. والكازين ده من البروتينات، اللبن فيه نوع 25 نوع من البروتينات، برضو بعض الأطفال بيتحسنوا فعلا أما بنوقف منتجات الألبان كلها، سواء اللبن سواء الجبنة سواء القشطة سواء السمنة سواء الزبدة، أو حتى أحيانا بنوقف اللحوم وفعلا بيستجيبوا. وبنلاحظ حتى أما بنوقف الحاجات دي كلها وبتحسن أعراض، وساعات بيرجعوها تحصل الاعراض. الجديد بقى كمان ان في علاقه بين حساسيه الطعام ايضا بعض الاطعمه ومرضى الاوتيزم. مش بس كده، يبقى في المواد الحافظه ممكن تزود بعض الحالات. في بعض الناس بيبقى عندها حساسيه للعسل النحل، بيبقى عندها حساسيه حبوب اللقاح، بعضها عندها حساسيه للبقول. يبقى دول كلهم مهم قوي، لان احنا احيانا هنوقف القمح فيبقى محتاجين ان احنا ندخل دقيق من الذره، يطلع عنده حساسيه للذره ما يستفدش، يطلع عنده حساسيه للارز، ساعات بنوفر برضه دقيق خاص من الارز. يبقى لازم نتاكد ان اللي عنده حساسيه لدقيق القمح ما عندوش حساسيه للارز او الذره. مهم كمان ان احنا نعرف ان القمح داخل في اشياء كثيره جدا، مش بس الخبز، لا، القمح داخل في المكرونات، وداخل في البسكوتات، وداخل في اشياء كثيره جدا، واحيانا بيبقى في بعض الاغذيه فيها الجلوتين واحنا لا ندري. عشان كده بيبقى في بعض المناطق بيقول لك هذا الغذاء خالي من الجلوتين. ولكن برضو بنعلم الناس ازاي يعملوا دقيق من الذرة او الارز، واحيانا بنحط عليه حلبة او ترمس، بس على صدر عشرة ما يكونش عندي حساسية لهذه المكونات، وبيعيشوا وبيتمتعوا وبيعملوا كل الفطاير والبسكوتات والسندوتشات بسهولة جدا. بعد كده اللبن، لو هي فعلا في حساسية الالبان وهنمنع الالبان، احنا محتاجين لبن ومحتاجين مغذيات اللبن وبروتينات اللبن ومحتاجين كالسيوم، بنوفر هذه الاشياء. بس برضو بيبقى الطفل عايز لبن، في البان من جوز الهند، في البان من الارز، في البان كثيره دلوقتي في العالم كله بتبقى متوفره وموجوده في منطقه الشرق الاوسط. الالبان دي كلها او فول الصويا، الالبان دي كلها بناخدها، بس على شرط مره ثانيه ما يبقاش عندها حساسيه لفول الصويا. ليه؟ لان في ناس عندها حساسيه للالبان ابقار والجاموس، ولكن دول برضو يبقى عنده 30% منهم يبقى عنده حساسيه لبن فول الصويا ايضا، يبقى ممكن يبقى عنده حساسيه لبن وعنده البقول. ففي هذه الحاله لا، برضو هنمنع البقول وهنمنع ما هو مشتقه من البقول. في بقى عندنا ساعات بنمنع
اللبن وبنمنع القمح، ولكن برضه بيبقى لسه في بعض المشاكل بعض الاغذيه زي مثلا عسل النحل، نضطر نمنع عسل النحل وحبوب اللقاح، واحيانا برضه في حساسيات طعام لمواد اخرى. احنا عندنا ممكن الطعام يعمل لي حساسيه في الجلد، ممكن يعمل لي في العين، ممكن يعمل لي في الانف، ممكن يعمل لي في الصدر. خلينا برضه نعترف انه ممكن ده نوع من التفاعل، خليه زي الحساسيه نوع في الجهاز العصبي او في المخ نفسه، فبرضه نحتاط ونعمل برنامج ان احنا نبعد هذه الاشياء طالما هي حضرنا. مهم كمان في مرضى الاوتيزم ان احنا نهتم بمناعتهم ونشوفهم هل عندهم نوع من اي نوع من الخلل المناعي، اما بيجي لهم الميكروبات بيبقى تفاعلها معاهم ازاي، عندهم زياده في التهابات من نوع ما، عندهم زياده في الحركه من نوع ما، وفي بعض الاطفال ان هم بيتحسنوا مع جدا مع الاسماك والمأكولات البحريه، وبعض الاطفال حالتهم بتسوء جدا اما بياكلوا الاغذيه السريعه او الاغذيه الغربيه السريعه النمط والمواد الحافظه كلها او بعض المكونات الصناعيه، ودي ما اكثرها، او بعض المشروبات المحلاه، ودي موجوده كثيره جدا في حياة الأطفال. مش هنخليهم يقلدوا هؤلاء وحنمنعهم من هذه المنتجات. وفي بعض الأبحاث بتقول وفي بعض الدراسات فعلا نجحت، وفي البعض بيحتاج بعض الفيتامينات زي فيتامين بي 12، أحيانا بعض الأطفال بتحسن معاه. في مدخلات أخرى كثيرة مع الأوتيزم حاليا برضو ما انتشرتش، ولكن برضو ما نفقدش الامل، اللي فشل في نوع ما من العلاج يظل ان في الابواب مفتوحة، ويظل ان احنا التغذية العاطفية لهؤلاء الاطفال مهمة جدا، ان احنا ما نفقدش الامل فيهم، وان احنا نشجعهم، وان احنا ما نستغلش ان احنا الجهل اللي موجود ان ممكن يعاملوا هذول الاطفال كتخلف عقلي. لا، مش تخلف عقلي، في امل ان هم ان شاء الله يبقوا افضل، بس احنا لنا دور مهم جدا ان احنا نوفر البسمة والضحكة والحب والعطف والرحمة والصبر عليهم، والتشجيع هام جدا لهؤلاء الاطفال. مهم كمان ان احنا نكتشف حالات الاوتيزم مبكرا. الاكتشاف المبكر بيفيد جدا في التدخل العلاجي والتدخل السلوكي. ومهم كمان ان احنا برضو مرة تانية ان احنا نحتاط خلال الحمل، وما يبقاش في اي نوع من الادوية او الملوثات على قدر الامكان ان شاء الله. دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمعدة.